كانت تتدرب بشركة الغاز. لم تدلي اللايوكسال بإفادتها بعد العمليات التي خضعت لها. اللايوكسال التي قلبت أمها الأمور رأساً على عقب باتهامها لرجل الأعمال إلكر الغاز بتهمة ضرب الشابة اللايوكسال حتى الموت ورميها من سيارته، ولا نعلم إن كانت ستتكلم في المحكمة أم لا. الجلسة الثانية للملف 381 عام 2021. المدعية إيلا يوكسال، المدعى عليه إلكر إلغاز. قرأت الاتهامات واتخذ قرار بقبول القضية. تفضلي. انقالت كتير شغلات اليوم، وانحكت حكاية إلا المظلومة للشعب كتير. أنا اليوم رح بلش أحكي لكم الحكاية الحقيقية لإلا يوكسال، لأنه أحياناً ما بيكونوا الناس مثل مبينين. بهر خانم، أنا هون لأسمعك إلكر. شو قصة الإيروتونامي اللي حكيتوا عنها؟ بتحسها كلمة غريبة وقت بتنقال بنص الجملة ما؟ اي نعم، غريبة ومزعجة كتير. ايه، هاي البنت فيك تقول مهووسة. ضايقتها لريم شوي، وانت بتعرف ريم هارون بيك دائما بتكبرها وبتضوش. صحيح، بالمناسبة عندي تقارير لازم شوفهم لأنه ناطريني. هاي البنت متدربة جديدة بالشركة، وبتكون بنت موظف عندي بقسم المالية. ممكن تطلع فيني وانت عم تحكي؟ طبعا، بس في عندي ضغط. شو كنت عم قول؟ انا عملت معروف مع ابوها وخليتها تتدرب عنا، ووقت كانت تشتغل على السوشيال ميديا تبع الشركة كنت لطيف معها، بس ما تخيلت انه البنت تترجم تصرفاتي بهي الطريقه. انا عاملتها بود كرمال خاطر ابوها مو اكثر، بس هي حبتني، هذا كل شيء. هذا كل شيء، ما هيك إلكر؟ لو سمحتي عم قلك استني، ما بصير تفوتي هيك يا خانم. إلكر بيك انا كثير بعتذر، بس هي الخانم، هي الخانم بتكون امها للبنت الحلوه اللي بعمر البراءه اللي سلطت حضرتك عليها. مرحبا يا خانم. أنا كتير زعلان على بنتك. صدقيني. أنا
أنا كتير بعتذر منكم يا بيك، إذا بدكم بطلب الأمن يطالع على برا. الأمن ما بيكفي، طلبي الشرطة إذا بدك، ما رح أروح لمحل بلا ما أحكي. استنوا، ما في داعي لكل هذا بنوب. بانو، ممكن تاخديه على غرفة الانتظار؟ إيه طبعاً، رح أستضيفه لبين ما يخلص الاجتماع تبعك يا بيك. مالي جاي لحتى أنتظر، أنا بدي أحكي وما رح أنطر ليخلص اجتماعه. موضوع هذا الاجتماع هو بنتك أصلاً. ممكن تطلبي فنجان قهوة للخانم لو سمحتي؟ تفضلي احكي. عفوا، مين حضرتك؟ انا بكون والد زوجة الاستاذ إلكار. بهار خانم، ما هيك؟ تفضلي، لأنه صار عندي فضول أعرف شو بدك. كنت كتير عم بدعي إني ما أضطر أحكي معك وش لوش، وحاولت كتير إني أنقذ بنتي منك بدون ما نتواجه، بس ما قدرت لأنك ما تركت بنتي بحالة. لا خجلت من عمرك ولا خجلت من منصبك، ولا حتى خجلت من حبك لخطيبتك. ضليت عم تستغل بنتي، وبتعرف إنه هي لساتها طفلة صغيرة وما طبقت 19. بهار خانو، بصراحة أنا ما بعرف شو القصة يلي قنعتك فيها بنتك. بنتي اللي خلتني أقتنع؟ أنا شفتك وقت إجيت وأخذت بنتي بعيوني يا بيك. بنتي ما كانت ترجع على البيت لنص الليل، وإنت اللي كنت توصلها. صح، طلعت معي أكثر من مرة، بس كرمال مشروع على السوشيال ميديا يلي بيستهدف هي الأعمار الصغيرة. بس حضرتك ما بتقدري تيجي تحاسبيني على الشيء اللي توهمته بنتك بعقلها. كمان هذا كانت بتوهمته؟ حضرتك شايفة هذا العقد من قبل بانو خانو؟ شايفته. أنا جاي وراكي يا عمري. أمي، إلا عملت شي مو منيح؟ ولا شي. ليش عم بدق الجرس حبيبتي؟ أنا عم بتصل بالمحامي، لا تخافي. إلا بهار خير، شو بكون؟ بعدين بحكي لكم. الشرطة أخذت أختي. كيف؟ ليكي أمي، بوعدك هي آخر مرة بجي فيها على سوق المساء، اللي بيشوفنا بفكرنا فقرة. مو على كيفك. ليش؟ دخلك شي مرة إلا خانم راحت مع أمها على هالسوق المبهدل؟ اسمعي لقلي، اصحك تحكي هيك وتقهري ستك. مرحبا. ما كان في داعي تيجي لهون بابا. مفكرة رح أتركك لحالك بمشكلة مثل هاي؟ لا تاكلي هم، أنا رح كون معك. هاي مانا مشكلتي، هاي مشكلة وحدة تانية. في هذا المحامي بهدير، حكيته وليكو جاي لعنا، اتصلت فيه قال لي جاي. لا تحكي شي لتيمور منشان ما ينشغل باله. إيه؟ الأكشن هلأ رح يبدأ.
يبلش. أكتر وحدة بتكرهني وبتهاجمني. خلينا نقول إنه شحطوها من نص بيتها وأنا رح واجهها بالمغفر، وطبعاً ما رح أقدر شارك هاللحظات معكم لأنه الموضوع رح يدخل بإجراءات القضائية، بس وقتها المريضة النفسية تفسر موقفها وقتها رح تبلش الحفلة. ريم، شو مفكرة حالك عم تساوي؟ حبيبي أنا هلأ مع بابا بالقسم الإلكتروني وبدي أقدم شكوى رسمية. أوعك تفكري تعملي هيك شي ريم، وإلا رح نخسر بعض. طيب ليش؟ مسكوها لهالتافهة وبكل وقاحة. ما جربت تنكر حتى. أنت ليش عم ترفع صوتك علي؟ بس ما تكون خايف من هاي الحقيرة ريم. ليكي لا جنينيني، عم قلك ما رح تقدمي شكوى، سمعت ولا لا؟ ريم، ما حدا لازم يسمع بهي القصة، مو حلوة بحقنا نحن الاثنين، لو سمحتي ريم. اوهو، ظاهر المصيبة عم بتقول جاي. مو وقت هالحكي امي. ايه مو وقته طبعا، لأنك تأخرت كتير. كم مرة قلت لك هاي البنت رح تصير مصيبة فوق راسنا؟ شو صار؟ مسكوها للمتنمرة الحلوة اللي عم تفتح حسابات وتهاجم ريم بكل الإهانات والمسبات؟ لا تتصل وإلا رح تضل معندي. ريم ما بتعمل غير اللي براسها. شو أعمل أمي؟ أقعد هيك وأحرش حالي مشان كم بوس تافه وشوية ولدنة؟ والله وقت اللي بدك ترافق بنت مو من مستواك رح تخاطر بصورتك قدام العالم. وادعي انه ريم ترحمها شوي للبنت منشان ما تكبر القصة وتوصل لأبوك، لأنه أبوك إذا سمع بقصتك المبتذلة مع المتدربة ما رح يرحمك. سمي لزلمة شو ما بدك، بالنهاية هذا الزلمة أب وبيعرف اللي أنا بعرفه. شكرا لك. وبيعرف منيح إنه بنته رح تكون تعيسة مع عديم الأخلاق مثلي تماما، وهدفه نفس هدفي بالضبط. زلمة بده ينقذ بنته. أهلا وسهلا هارون بيك. ريم وأمي قاعدين برا. شفتن، أنا جاي لعندك وحابب إني أحكي معك بكل وضوح. بشو رح نحكي؟ بدنا نحكي بتفاصيل قضية الطلاق. ليك يا الكار، ما في داعي نضل نعيد نفس الحكي، وأنا ما عاد ضل عندي وقت ضيعه معك. كل يوم من هذا الزواج عم يأذي ريم أكتر، أنت واعي لهذا الشي ما؟ وأنا ما كان بدي يصير هيك. اتصرف، شو عم تستنى؟ أنت اللي لازم تتصرف إلكار. ريم ما عم تفكر بمنطق ولو شوي، وعم تعيش صراع جواتها ما عم يخليها تشوف كم الأذى اللي ممكن تعيشه. إذا كان إلا شوية قيمة عندك أنت تصرف. هذا الزواج الغير قانوني اللي أمك نظمته إجباري عنك أنت بدك تنهي. إذا إلكار نهى الزواج رح يكون عم ينهي سمعة عيلته الأهم شي بحياته. وأكيد ما رح يوافق هارون. ما بيمشي الحال إسماعيل، ما فيك تخبي سوء إلكار ورا بنتي، مستحيل. أنت عم تغلط بهالحكي كتير هارون، عم تنفذ الإعدام بدون محاكمة. إلكار لهلأ لا يعتبر مجرم. طيب ماشي، انت ما بتفوت بالقضية، فهمنا هالنقطة، بس على القليلة بين الفترة والتاني بس افتح الانترنت واتطلع على الاخبار اللي بتهمك يا هارون. صدقني اللي عملته بزعل، لو كنا متفقين كنا سيطرنا على الازمة بطريقة تانية تماما. وانا هذا اللي عم قوله يا اسماعيل، بس ما فهمته. باختصار ريم ابدا ما انا جزء من هي الازمة، عم تفهم؟ فكر شوي، وانت عندك بنت، تخيل بنتك محل بنتي ومحطوطة بهالوضع ومحاطة بهالوحشية وضايع مستقبلها. تفضل. شفت عمك حبيب قلبك على شو عم يلمح؟
عم يقول لي لو كنت محلي كنت زوجت بنتك لواحد مثل ابنك مجنون؟ تفضل دافع عن حالك بشي كلمة، ولا أبوك بده يدافع عنك؟ ايه طبيعي، هذا اللي عودتك عليه أمك، ما انت بتعمل أي شي بيخطر على بالك، وأبوك وأمك شغلتهم ينقذوك. اسمعي لو سمحت، روق شوي، رح نقعد ونحكي بكل هدوء ورواقة. شفت؟ حتى هذا الزلم اللي واقف قدامك شفقان عليك يا تافه. لك خجال من حالك شوي. الزلمة يلي اجرى نص بيتنا ليقلك طلق بنته طلع شفقان عليك كمان. كيف؟ شو اجيت تعمل هون بابا؟ بنتي، انا كنت بدي احكي معك. بنتي ريم، ريم ممكن تسمعيني شوي؟ ريم، هاي تاني مرة بابا، هاي تاني مرة ما بتفكر بحبي. بس أنا غلطت غلط أكبر وقت وثقت فيك وحكيت لك. هاي تاني مرة، التانية وبالتالتة ما رح سامحك. حبيبتي، هاي القصص بتصير بكل العائلات، لا تزعلي. كل عائلة بتمرق بامتحان معين، خسارة بوقت غلط، ابن ما بيسمع الكلمة، أب مفكر إنه كل شي عم يعمله هو الصح، في امتحانات صعبة كتير. خير إن شاء الله؟ الجلسة تبع الأسبوع الجاي كتير مهمة ونحن عم ندرس دفاعنا. يعني عم تعلموها شو تقول وشو ما تقول، مو هيك قصدك يعني؟ شو هالحكي هاد إسماعيل؟ ليش عم تقول كلمة تتعلموها؟ كلمة تتعلموها شوي تقيلة زيادة، بتقدر تقول عم نتدرب. ما بتقدري، نحن خلينا ننتبه نحن وعم نختار كلماتنا، عم تدرسوا وعم تتعلموا بالآخر ما بتعرفوا تحكوا كلمتين صح. هدول المفردات بيفتحوا معاني كتير واسعة للمساءلة. مفتوحة للمساءلة؟ طول ما ابنك ما عم يطلع ويقول بشكل واضح وصريح أنا ما قربت على هي البنت، وقتها شو ما عملنا رح تضل العيلة كلها تحت المساءلة. لو سمحت انتبه على نبرة صوتك. يعني انت مشكلتك الوحيدة نبرة صوتي؟ ابنك اللي بلا اخلاق هو اللي اذاها لهي البنت ولا لا يا هالة خانم؟ انت شيلك من نبرة صوتي هلا وجاوبيني على سؤالي. ايه طبعا ما بتدري تجاوبيني، ابنك نفسه ما عم يجاوب لتجاوبي انت. أنا قايمة روح، وإنتو إن شاء الله موفقين. عم نشتغل مشان ابنك على فكرة، بس إنت بتهربي طبعاً، مثل ابنك بالضبط، أصلاً هو نسخة عنك. إنتو اتنين بس تنحشروا بالزاوية بتهربوا فوراً. ها ليكي، شو هاللوحة الحلوة؟ خدي ابنك وخبيه ورا ظهرك فوراً. أصلاً هو وصل لهون عقد ما خبيتيه ورا ظهرك. ليكي مسترجي يحكي أو يفتح تمه؟ ما بيقدر يعملها، ولو ما كان جيش محامين أبوه كلهم وراه ما كان بعمره قدر يحكي كلمتين على بعضهم. أنت بالكتير بتقدر تتخبى ورا ظهر أمك أو بتستغل كنيتك لتتحامى فيها. فاشل طبعاً، هروب مثل العادة، بس أنا الحق علي، بستاهل أكتر. كان لازم أسحب إيدي وأتركه لحاله يعفن مثل الكلب، بلكي بيتعذب بالسجن وبصير زلمة. وبعملها هلا، صدقيني بعملها. لو ما بعرف إنه هالشي رح يوسخ اسمي وسمعتي أنا والله لحتى خليه يتربى، بس لا، مربط، ابن عاق.
ابنك عار على العيلة. لك عطام جدادي بقبرن عم يتوجعوا من ورا عمايله الوسخة، والله بتاريخ عيلتي كلها ما مرق حدا كان بصمة عار علينا مثله. بسلالة آل الغاز كلها ما في حدا فات على السجن يوم. هل كان سكران وما بيتذكر شو صار؟ إذا ما كنت متذكر لكان روح أسأل البنت شو صار. خليها هي تقلك شو عملت فيها. طلعتوا برات البيت خطرة. إذا شلنا المحكمة والعلاج وكل شي على جنب من راسك، أنت لشو بدك توصلي؟ يوقف قدامي، بدي إلكر الغاز يوقف بوشي، بدي اتطلع بعيونه وبدي اسأله انت شو عملت فيني وكيف عملت هيك؟ ما كان في شي بيناتنا؟ انا يلي اخترعت علاقتنا بعقلي؟ ورح تصدقي الجواب يلي رح يقلك يا؟ ايه، لأنه أنا أساساً صدقت أنه كان يحبني. ببعض القصص الحمل والذئب بيتبادلوا التواب. ذئب متوحش عيونه مليان دم، ممكن يتخبى ورا توب الحمل البريء يلي لابسه قدام العالم، مثل صبية بوش ملائكة مثلا. القصة مو حب غلط، يمكن تكون البنت ضحية لهوس مرضي هي خلقته بعقلها. شاب حلو مستهتر وبنت من الطبقة المخملية، واللي صاير بيناتهم بنت حلوة بريئة وفقيرة، وهي الصورة موجودة بكل مجتمع ومنحبها. أنا إلا يوكسال عن طريق إفادتها، عفواً، بسبب وضعها الصحي نتيجة الحادثة لهلأ ما قدرت تقدم إفادتها للشرطة. أما هي يلي حكت مع الشرطة بدالها، وأما حكت لنا قصة بنت الضحية. أي نعم، الضحية. وهي المرة ما اكتفينا بالفرجة، صرنا قطعة من القصة، صرنا جزء منا وكأنه عم نحضر مباراة كرة قدم، وفي مجموعة منا اختاروا الطرف الغلط. أنتوا اخترتوا الفريق الغلط. صح كبار، ما تعملي هيك، اهدي. اصحك ايه
لأنه هن ببساطة خدعوكن، خلوكن تصدقوا حكاية هي عكس الواقع تماماً. بدي من حضرتكن تنسوا كل شي عرفتوه لحد هلأ، لأنه الحقيقة إلا ما نضحية بهاي القصة. إلا يوكسال مهووسة تسلطت على حياة إلكار إلغاز موكلة، يعني مريضة نفسياً. الإيروتومانيا هو مرض معروف باسم الهوس الشبقي كمان، وهو بيشبه جنون العظمة وانطرح بكتير من أفلام التوتر النفسي. الشخص المصاب بهالمرض بيخلق ضمن عقله علاقة غير موجودة على أرض الواقع، وبيكون هو بطلة وبيصير عنده إيمان أنه الطرف الثاني بيحبه، حتى بيوصل لدرجة بيعيش معه علاقة حقيقية. بما أنه ثلاثتنا هون بلا ما طول هالقصة أكتر، خلينا نتواجه. إلكار، ليك بعرف إنه ما بدك تزعل، بس نحن وصلنا لهون حبيبي. يلي عم تعمله ما عاد لترضي ضميرك. أنت صرت عم تعمل شي سيء وما عم تعمله معروف. هاد ظلم لألم، مو شايف هالشي. خلينا ننهي هالقصة هون. انتي بحاجة علاج، انتي مريضة. ليكي، انتي خلقتينا بعقلك. ابوكي شخص مهم كتير إلي بالشغل، لهيك حاولت اتصرف معك بلطف إلا، بس انتي فهمتيني غلط. أنا بعتذر منك عن جد، أنا ما كان بدي يصير هيك شيء. فهمتك غلط لك. أنا اللي فهمتك غلط بسبب بابا اللي ما بتتذكر اسمه حتى، كرماله هو قلت لي. لا، وعم تعتذر مني كمان. عم تعتذر مني. عم تعتذر لأني أنا خلقت قصتنا بعقلي، مزبوط؟ أنت أكيد جنيت. أنت جنيت لأنك شفقان على هي اللي جنبك. مو معقول شو مسكيني. ولك شبك، شو عم تعملي يا مجنونة؟ ولا شي، لسه ما عم أعمل شي، بس رح أعمل كتير شغلات ورح تشوف. عم تسمع؟ استنى وشوف شو رح أعمل. لسه أنا رح أنهيك إلكار إلغاز. عم تسمع؟ أنا رح أنهيك. شو عم تعملي؟ أنا رح أنهيك. فضلي معنا زي ما تريدي، تعملي معنا. أنهيك يا ماضي، بكرة بتشوف. أنا بورجيك، رح دمرك إلكار إلغاز. أنا رح دمرك، رح خليك تندم. عم تسمعني؟ هيك صرخت الأنسة بالمطعم، وبصعوبة طلعناها من المحل وضلت عم تصرخ وتهدد بدون ما توقف أبدا. كلنا سمعناها، حتى الزباين. قالت له رح خليك تندم. وإلا نفذت تهديدها، صدقت الكذبة اللي اخترعتها، وخلت أمها تقتنع فيها، وخلت إلكار إلغاز يندم. ليش خلته يندم؟ لأنه ما تقبل اهتمام المرضي فيه، لأنه اختار خطيبته وما اختاره. طيب،
إلا الصبية اللي انكسر قلبها بعد ما طلعت من هالمطعم. شو عملت يا ترى؟ تفضلوا. انتي وسخري أورهون، مثل الدبقة ملزقة عليه للزلمة وما عم تحلي عنه. مخك مثل السيليكون يلي محشي بصدرك، وانتي بالأصل ما بتشبهي إلا الشمبانزي. هاجمت خطيبة موكلي يلي عاش معه علاقة وهمية من 21 حساب بالضبط بشكل متتالي ليل نهار. ٢٥٠ رسالة تم التأكد من عنوان الآي بي الخاص فيهم خلال آخر شهر ونص بس، وكلهم عنوانهم واحد. هلأ أنتو حسيتوا هوس خطير ما هيك؟ بس مانو أكتر خطورة من اللي رح تشوفوه هلأ. تفضلوا. خلصنا، أنا بخجل هيك. خلص عن جد بخجل. أنت قليل أدب، هي آخر واحدة ها؟ اهدي ماما.